يا صباح الخيرات والبركات. رسالة اليوم هي باختصار: اتوقف عن الدراما، اتوقف عن التذمر، اتوقف عن الخمول والكسل، خليك منتبه للطاقات الحلوة حوالينك. ممكن انت مشغول بعلاقة سلبية، سواء مع صديق، مع أهل، مع حبيب، ومش منتبه للطاقات حواليك. في طاقة شفائية حولك قاعدة تجذب لك أحداث الصالحك، فرص، أشخاص مساهمين إلك، لكنك مش منتبه. فلهذا وصلتك هذه الرسالة. خليك منتبه للأحداث الإيجابية حولك، خليك منتبه للأشخاص اللي حابين يساهموا لك، للفرص اللي قاعدة توصل لك. انتبه وركز عليها واستقبل ونزل كل الحواجز. نزل، ممكن تقول أنوي تنزيل كل الحواجز اللي تمنعني عن الاستقبال. وممكن تطرح سؤال حلو: شنو اللي لازم أني أغيره بحياتي أو أغيره فيه حتى أعيش الحياة اللي أنا أرغب لها؟ ما الذي لم أدركه حولي ولو أدركته لعشت أو جذبت الحياة التي أرغب بها وأغير واقعي ومستقبلي؟ وماذا ممكن أفيد أيضا؟ وأيضا السؤال السحري: كيف ممكن يكون الحال أفضل مما هو عليه؟ ردت هذا السؤال: كيف ممكن يكون الحال أفضل مما هو عليه؟ وراح تشوف كيف إنه الكون يستجيب لأسئلتك ولتركيزك ولطاقتك. وصباح الحب يا كل الحب.